ينضم إلينا دكتور أشرف العجرمي القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى السابق. دكتور أشرف أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هذا الواقع الصعب الذي كان يعيشه الفلسطينيون المعتقلون قبل 7 أكتوبر بات أشد قسوة وأشد تنكيلا بعد 7 أكتوبر، ما أبرز ما يتم رصده في هذا الإطار بشأن هذا الواقع؟ مساء الخير. يعني لا شك أنه منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الجديدة وضم كل من سموتريتش وبنغفير إلى هذه الحكومة بدأت ظروف الأسرى في السوء والتعقيد، خصوصا وأن إيتامار بنغفير وهو زعيم لحركة من حركات الصهيونية الدينية وعنصري متطرف ومجرم بدأ بسياسة تنكيل وتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين طالت كل مناحي الحياة، بدءا بتقليص كمية المياه وكمية الفورا والزيارات الأهل والأكل المقدم للأسرى والمعتقلين والعزل ومنع الضوء والشمس عنهم، ويعني الضرب والتنكيل بشكل قاسي ومؤلم سواء في الذهاب إلى المستشفيات أو الذهاب إلى المحاكم، يعني شيء لم تشهده الحركة الأسيرة إلا في بدايات عمليات الاعتقال في عام 1967. الآن ما تشهده الحركة الأسيرة في ظل سياسة بنغفير والحكومة الإسرائيلية الحالية ازداد تفاقما وخطورة بعد حرب غزة، حيث اعتقل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. هؤلاء الذين اعتقلوا تحديدا تمارس ضدهم كل أشكال التنكيل بما في ذلك القتل، ويعني هناك شواهد بأن عدد كبير من الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال يصل إلى أكثر من 30 معتقلا قد قتلوا خلال عملية الاعتقال. وأيضا عمليات التنكيل اليومية التي يعني تمر على الأسرى والمعتقلين كل يوم في عمليات تعذيب يومي، في عمليات وضع في إطار لا مناسب ولا إنساني سواء في الغرف أو في أماكن الاحتجاز التي يعني تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية بكل المقاييس. هم كانوا يعانون حر الصيف وبرد الشتاء والآن الحر من جديد وهكذا، وبالتالي الأمور في منتهى السوء والتعقيد، وهذا يعني وضع شاذ وغريب ولا يوجد له مثيل في العالم على الإطلاق. يعني عمليات الاعتقال وعمليات التنكيل والتعذيب التي يمر بها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعني مسائل لا يمكن تصورها ولا يمكن أن تخطر على بال بشر، وهم الذين يشكون من وجود عدد من يعني المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولكنهم يمارسون كل أشكال القتل والتعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك ما تم الحديث عنه من شهادات الذين أفرج عنهم مؤخرا وكيف تم قتل الأسرى عين السجينات بطريقة وحشية وبربرية لا يمكن أن يمارسها أي بشر لديه ذرة من الإنسانية أو ينتمي إلى المجتمع البشري. هذا هو في الواقع واقع الأسرى والمنطقة. المشكلة الأكبر دكتور أشرف أن إسرائيل ليس لديها حتى من الأماكن التي تكفي لكل هذه الأعداد. مقالة صحيفة يدعوت أحرنوت من أن رئيس الشباب قد بعث رسالة إلى الحكومة يقول فيها أنه بات لديهم حسب الأرقام التي يعلنونها 21 معتقلا فلسطينيا، 1000 معتقلا فلسطينيا، والسجون لا تتسع إلا ل 14500 معتقل فلسطيني فقط، حتى أن بنغفير نفسه قال علينا أن نطلق عليهم الرصاص بدلا من أن نطعمهم أو نقدم لهم الطعام. مثل هذه السياسة الإسرائيلية يعني كيف نفسر التعامل الدولي معها، لا سيما في ظل انشغال العالم بالحرب على غزة، تتزايد الفرص لدى بنغفير تحديدا تجاه هذه السياسات التنكيلية؟ يعني بنغفير في الواقع يمارس هذه السياسة، هذه ليست مجرد شعارات أو دعاية، هو يمارس عمليات القتل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين سواء الذين اعتقلوا في قطاع غزة وبعضهم يخضع لمعسكرات الجيش أو الذين نقلوا لمصلحة السجون، وكذلك عمليات الحرمان من العلاج الطبي والتقليص في كمية الغذاء والتعذيب كلها عمليات قتل حتى لو لم تتم بشكل سريع. فالذين
الذي تقوم به إسرائيل عمليا ليس فقط مناقض لكل القوانين والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف من العام 1949 التي تنظم وضع المدنيين والمعتقلين خلال فترات الحرب، ولكن أيضا هناك انتهاك لكل وأبسط حقوق الإنسان في بمختلف المعايير. في الواقع المجتمع الدولي لا يتأثر كثيرا أو لا يمارس أي من الضغوط تجاه إسرائيل فيما يتعلق بقضايا الأسرى والمعتقلين، خصوصا وأن أعدادا كبيرة منهم يعتبرون يعني مقاتلين غير شرعيين، وهذا لا يوجد له تعريف حتى في القانون الإسرائيلي. هؤلاء لا يزورهم الصليب الأحمر ولا يزورهم معتقلون محامون يعني يدافعون عنهم، حتى بالرغم من قرار المحكمة الإسرائيلية حتى الآن لم يعني يتم وضع محامين للمرافعة عنهم وحمايتهم أمام السلطات الإسرائيلية. بالتالي نحن نجد وضعا غير مسبوق ووضع تجاهل دولي واسع النطاق لشروط الأسرى وأوضاعهم الإنسانية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من رام الله دكتور أشرف العجرمي القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى السابق.